السلام عليكم البنات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير. مرحبا بكم في لاشين ديالي. اليوم ان شاء الله غادي نحضر مربى ديال الفريز. كنتمنى انكم تجربوه، صراحه كيجي زوين ولا علاقه مع هاد الكونفيتور اللي كناخذو من الزنقه، صراحه كيجي زوين. شي حاجه ديال الدار هكا ما فيهاش مواد حافظه وكيصبر مده طويله. نتمنى انكم تشاهدوا معايا لا فيديو حتى الاخر باش تشوفوا طريقه التحضير ديال هاد الكونفيتور. ولا عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا لي جيم، تشتركوا في القناه اذا كنتوا اول مره يعني كتزوروني. البنات نتمنى انكم تكملوا الفيديو حتى الاخر باش تشوفوا معايا كيفاش غادي نحضروا. خليكم معايا. بالنسبه للفريز خديت انا كيلو، غسلته مزيان طبيعه الحال وقطعته وضفت عليه سنيده تقريبا نص كيلو وبيتهم في الثلاجه حتى تلقى السيرو ديالو. هانتوما كما كتشوفوا تخليوه مزيان حتى يتلقى السيرو ديالو كامل. ومن بعد دابا غادي ندوز ناخد اون كاسخول وغادي نديرو فيه ونخليه كيطيب على نار مهيله وداك الساعات نرجعو نتلاقاو. هانتوما البنات، هانا رديت الفريز ديالي فوق البوطه. في الاول واخا تكون العافيه مجهده ولكن اين فات بدا كطلع لي هاد الكشكوشه. غادي نقص البوطه مزيان، غادي نقصها مزيان وغادي نضيف. هانتوما خليت العافيه مهيله وغادي نضيف عندي هنايا عصير ديال نص حامضه، عندي هنا معلقه صغيره ديال الزبده. غادي نضيفهم ونخليه على عافيه مهيله حتى يطيب لينا مزيان. صافا البنات هانتوما معايا حتى يقرب يوجد ودوك الساعات نرجع معاكم. فوالا البنات، الفريز ديالي هو بدا كيطيب. صراحه ملي كيبدا كيغلي وكيطلق لينا بداك الرغوه فهو كيغلي وحنا كنحيدو داك الرغوه، ما خصهاش تبقى لانه هو اللي تيخسر لينا هكا الكونفيتور. وان بليس كيبقى باين، يعني ملي كتحطها هكا في الطوسيه كتبقى داك الرغوه باينه. اذا حنا ملي بدا كيغلي نبداو كنحيدو الرغوه بشويه بشويه حتى ما كتبقاش. انا حيدت الرغوه كامله وهي كتبقى باقا لي واحد شويه، غنتسناها حتى تجمع ليا في واحد البلاصه ونحيدها. البنات الفريز ديالي صافي ها هو وجد. هانتوما كتشوفوا الرغوه كامله تحيدات، شوفوا كيف كيجي صافي. دابا غادي نطفي عليه ونخليه حتى يبرد مزيان. من بعد غادي نديرو في قراعي اللي غادي يكون بطبيعه الحال معقمين ومغسولين مزيان ومعقمين ونمسحوهم مزيان يكونوا ناشفين ونديروهم في القريعات. نتمنى ان هذا الفيديو يكون عجبكم وانا اللي نكون فدتكم. نتمنى انكم تجربوا هاد الوصفه، سيرتو ان بالوقت ديال الفريز صراحه كيتباع بثمن مناسب. هكا ديروا هكا في الدار صراحه كيجي ألد وكيجي حسن. نتمنى انكم تدعموني بجيم، ولا ما كنتوش مشتركين معايا في القناه نتمنى انكم تشتركوا وتفعلوا الجرس باش دائما يوصلكم جديد الوصفات. وشكرا والى اللقاء.